كاين هو دواء ديال المالاريا. الدواء اكتشف في 1935 اكتشفوه العلماء الألمان، وكنا نعطيو الناس اللي عندهم حمى المالاريا، وخاصة الناس اللي يمشيو مثلا الدول الإفريقية ديال الصحراء اللي فيها المالاريا تنعطيهم الكلوروكين. مجموعة من الأبحاث اللي قاموا بها واحد العلماء في فرنسا، وحاليا كاين هناك واحد الدراسة على الصعيد الأوروبي باش نشوفوا واش هاد الكلوروكين تتعطي نتيجة، ولكن على حسب المعطيات الاولى، يعني ما عندناش معطيات يعني اساسيه. على حسب المعطيات الاولى ممكن نعطيو هذا الكورونا فيروس، ملي تنكشفوا على الانسان بانه راه عنده هذا الكورونا ممكن نعطيو الكلوروكين. يعني هذا الكلوروكين تقريبا شي حبات في الصباح وشي حبات في الليل لمده 10 ايام، ممكن تنقص من الاعراض وتتنقص من الحموله ديال الفيروس على صعيد الجسم ديال الانسان. هذا الدواء عنده اثر سلبي بطبيعه الحال، لانه ما يمكنش نعطيوه بدون مراقبه طبيه، لانه تاثر على القلب في بعض الاحيان، تيدير ارتجاج في ضربات ديال القلب، وتاثر ايضا على العينين، تكون عندنا يعني الشوف ديال الالوان تتغير. يعني الناس خصهم يفهموا بانه راه هناك مضاعفات، وانهم اللي ياخذوه خصهم لابد يشوفوا الطول ديال القلب اذا كان هناك مضاعفات على صعيد القلب ولا الطبيب ديال العينين، لانه المضاعفات كاينه ما كثيراش ولكن كاينه موجوده خصنا ننتبهوا لها.